لو أن مشروبا مباحا اسمه خمر، هل يجوز لي شربه؟ هاتهولي الأول بس كده عشان أشوف، وبعد ما أشوفه أقول لك بقى إن شاء الله. هل لو فرغنا الديمقراطية مما احتواها الكفر هل يجوز التعامل معها؟ هي الديمقراطية دي صفيحة، هتفرغ المشي اللي فيها وتخضها وتستعملها بعد كده في تخزين الرز؟ الديمقراطية مش كده، الديمقراطية ليست كذلك. الذين يقولون هذا الكلام ليس عندهم علم لا بالسياسة ولا بعلم الاجتماع ولا بعلم المصطلح، وهذا الكلام الذي يقولوه لم يقل به أحد من العلماء المتخصصين، فيش ده كلام كده يعني مزاجاتي، كلام مزاجاتي، كلام غير دقيق. الديمقراطية لها مصطلح، والمصطلحات أو الديمقراطية لها دلالات لأنها مصطلح، ومعلوم أن المصطلحات لها دلالات دقيقة. نمرة واحد. اثنين، أن الديمقراطية لفظ واللفظ له معنى، والعلاقة بين اللفظ والمعنى علاقة قصدية ليست اعتباطية. ما ينفعش أقول لواحد خد تفضل مثلا هات لي تفاح، فيروح يجيب لي مثلا كوسه او بطاطس، اقول له دي اسمها بطاطس، يقول لي لا ده اسمها تفاح. ينفع؟ يقول لا يا حسن احنا اتفقنا ان احنا نفرغ البطاطس من معناها ونسميها تفاح. الكلام ده لا يعقل، الكلام ده لا يعقل تماما. فالديمقراطية لها معاني زي ما التفاح له معاني، فلا يمكن ان احنا نشتال المعاني بتاعت الديمقراطية دي، لا يمكن، لان هي ملتزمة بها، والا ما تسماش ديمقراطية بقى. لو انت شاطر بقى وراجل جريء ما تقولش ديمقراطية، ما تقولش، وقل ان هذا اللفظ الذي نشأ في ربوع الكفر ورتع في جنبات الكفر ونشأ هناك ثم صدر إلينا، أن أكفر بهذا اللفظ، وهات أنت لفظ جديد، هات لفظ جديد، اللفظ الجديد الذي سأتي به أيضا سنحاكمك به، فلا يبقى لك إلا أن تنزل على شرع الله عز وجل وأن تخضع لشرع الله عز وجل. مسألة لو أن مشروب مباح اسمه خمر هل يجوز لي شربه مع كوني مباحا؟ دي بقى مسألة إيه؟ يعني الأخ جعل دي مقدمة لمسألة ديمقراطية، ومعلوم أن المقدمات لابد أن تضبط. أنت تتصور لي حاجة مش حقيقة عشان ترتب عليها ما تريد، طب ده كلام ينفع؟ فاهمني يا إخوانا؟ يعني تصور لو إن في هناك مشروب اسمه خمر والمشروب ده مباح، هل يجوز لي شربه؟ طب الكلام ده غير موجود، فبالتالي المقدمة دي فاسدة. هو عاوز يقول، طبعا انا اقول له طالما هو مباح يجوز ايه؟ شربه. فيقول لي طالما ان هو يجوز شربه اذا الديمقراطية زي الايه؟ زيها بالضبط. يا الهي خلي ديت برضك عشان ايه؟ نحطها في نعم. والله اقرأ في سورة يوسف، اقرأ في سورة يوسف. نعم صحيح صحيح، غير موجود مش غير متصور، بس في فرق غير المتصور وغير الموجود. غير متصور يعني واحد يقول لك مثلا انت شفت الحمار ابو 10 اجنحة وتمن ارجل، طب دي ازاي دي؟ دي غير متصور، يعني غير متصور وغير موجود وكل حاجة، لكن ممكن يكون حاجة متصورة ولكنها غير موجودة، اما لعدم القدرة عليها او ما الى ذلك. لو سألناهم يعني ماذا تربط بالديمقراطية أصلا؟ يعني إيه اللي تربط بالديمقراطية؟
التفريغ والله ده حاجة جميلة. يعني الأخ الحبيب دكتور أحمد بيقول طب احنا دلوقتي يعني بيقول لو فرغنا الديمقراطية من معناها مش ممكن تكون شرعية ونقبلها؟ ايه الحاجات اللي اتفرغت من الديمقراطية؟ طب فين بقى اللي احنا فرغناه؟ يعني ايه؟ والآليات اللي هي ايه؟ ما هي دي المصيبة، دي المصيبة. ده يعني كما قلت أول من قال بذلك يعني من العرب محمد عمارة، وتلقف ذلك عنه بعض إخواننا سامحهم الله.